كشف عبد العزيز بن زكور وسيط المملكة خلال لقاء عقد بالرباط عن مضامين تقرير أسود حول الإدارات والمؤسسات العمومية وضعه بين يدي الملك. وقال بن زكور أن المؤسسات توصلت خلال هذه السنة ب 9378 شكاية، أي بارتفاع ملحوظ بلغت نسبته 13.2%. ما يتعلق ب تصنيف ديال هذه الشكايات لتكون لدي لذات جلالته نظرة شمولية من مختلف الزوايا التي يمكن عرضها بالنسبة للشكايات المرفوعة إلى هذه المؤسسة، محاولة منها في إيجاد الحلول المناسبة لمختلف التظلمات والشكايات التي ترفع إليها. قلت لكم بأنه كاين تقريبا بصفة عامة مختصرة جدا ثلاث توجهات: توجه من ناحية ديال الجهات، توجه يتعلق بنوعية القضايا المرفوعة، وتوجه يتعلق ببعض الخاصيات، أي مثلا تتعلق أكثر بفئات من المواطنين الذين يشتكون من هذا التعامل أو غيره من لدن الإدارة المعنية، مثلا معاقين، مثلا بحال كيف قلت بطبيعة الحال الناس ذوي الحاجة والذين لا يجدون دائما لدى الإدارة آدابا صاغية، فنحاول أن نبحث لهم باتفاق مع الإدارة إذا أمكن الحلول المناسبة لمشاكلهم. وأوضح وسيط المملكة أنه بالمقارنة مع السنة الماضية لم تلاحظ المؤسسة أي تميز أو اختلاف يذكر بالنسبة لهذه السنة، حيث توصلت المؤسسة بشكايات ضد قطاع الداخلية بما فيه الجماعات الترابية لقطاع الاقتصاد والمالية، ثم قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني، فقطاع الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، ثم قطاع الشغل والإدماج المهني، ثم قطاع الطاقة والمعادن، وقطاع التجهيز والنقل واللوجستيك، ثم إدارة الدفاع الوطني.